أسعار المولدات البنزين والغاز الموجودة بالأسواق العراقية، أي الأسعار للمولدات المنزلية حصرا، بعد طلب العديد من متابعيني أنه أنشرها. طبعا جميع هذه المولدات هي موجودة عند عشتار مول كربلاء، والأسعار هي طبعا تقريبية وأيضا متغيرة، ممكن تصعد ممكن تنزل أسعارها. خلينا نبلش من أصغر حجم. طبعا أصغر حجم اللي عندنا المولدة الأسترة اللي هي تقريبا 2.5 كيفي، الأسترة السعر 215,000. طبعا هنا أنا هذا فقط حبل، هنا أنا عندنا سلف وحبل وريموت، السعر 100. طبعا هنا أنا ماركة تايجر أيضا 2.5 تقريبا كيفي، والسعر 300,000. هنا أنا نجي للمولدة الأسترة اللي هي تقريبا 5 كيفي، السعر طبعا بنزين للناس اللي دا أشرحها، السعر 523,000. أما التايجر أيضا 5 كيفي، السعر 616,000. والأستر المتين اللي هي تجينا غاز وأيضا حجم تقريبا 25 أمبير، سعر 1,300,000. أما أكبر حجم اللي هي تقريبا من 50 إلى 60 كيفي، العفو 20 كيفي، من 50 إلى 60 أمبير، السعر 4,300,000. تعجبكم الفيديو خلي لايكم متابعة، ودمتم بحفظ الله ورعايته.